على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. كل عام وحضراتكم بخير، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. حديثنا في سورة الحجرات، هذه السورة المدنية، والسور المدنية من عادتها تربي المؤمنين على العبادات والأخلاق وتنظم حياتهم وفقا لدستور السماء القرآن الكريم وسنة النبوية المكرمة المطهرة صلى الله عليه وسلم، إذ أنها بدأت بنداء يا أيها الذين آمنوا، وتكرر ذلك النداء كثيرا في هذه السورة، ووضع الله الأسس فيها أن يكون مجتمع المسلمين مجتمعا متحابا متآخيا ليس بينهم عداوة، بل كل ما في الصورة يهيب بالمسلمين أن يصلحوا أنفسهم وأن يعني يكونون على المستوى الذي يريدهم الله سبحانه وتعالى من محبة ومودة وأخوة. وفي طيات هذه الصورة ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون، فنداءات الصورة كلها ينادي ربنا المؤمنين. وكذلك ربنا قال لنا في القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. إنما في اللغة العربية أسلوب حصر وقصر، أي المؤمنين فقط. إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة التي بينهم تقوم على التعاون في جميع أمور الخير، إذ أن ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربما يكون أخاك بينك وبينه اختلاف في وجهة النظر، لكن هذا كما يقول العامة لا يمنع التواصل فيما بيننا، والقاعدة تقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذ أن أصل الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى البشر عليها قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة تستلزم على كل واحد فينا أن ينصر أخاه، أن يكون بجواره في كل أحواله، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويألم لألمه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة، نحن في حياتنا الدنيا قد يحدث فيما بيننا خصام وشجار، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلح فيما بيننا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبر لنا على هذا المعنى فيما رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده في تفسير قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في وسط أصحابه فابتسم، فقال الصحابة يا رسول الله أضحك الله سنك، كما يقول العامة أسعدك الله، أسعدك الله يا رسول الله، لماذا تضحك؟ فقال رجلان من أمتي جثيا أمام الله رب العالمين، قال أحدهما يا ربي إن هذا قد ظلمني وقهرني وفعل في ما فعل، قال ربنا خذ من حسناته، فأخذ حسناته كلها ولكنها لم تكفي، قال يا رب أخذت الحسنات منه كلها ولكنها لا تكفي حقي، قال اطرح عليه سيئاتك، فطرح كل سيئاته عليه، ثم قال يا ربي أخذت حسناته وطرحت سيئاتي عليه وما زال لي حق عنده، فقال الله عز وجل في ذلك الوقت فتح ربنا سبحانه وتعالى بابا من أبواب الجنة، فإذا بهذا الذي هو صاحب الحق ينظر إلى الجنة ويقول يا ربي لأي نبي لأي صديق لأي شهيد
أي لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا المكان إلا إذا كان نبي أو صديق أو شهيد. قال ربنا لمن يدفع الثمن؟ قال يا ربي وما الثمن؟ قال أن تعفو عن أخيك. قال يا رب عفوت عنه. قال ربنا الرحمن الرحيم خذ بيد أخيك وادخلا أنتما الاثنين الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بينكم يوم القيامة. إنما المؤمنون إخوة يتعالون فوق الخصام والشجار والخلاف ويصلح فيما بينهم ويقدم كل واحد منهم ما لديه من خير. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صديق حبيب مقرب. قال ربنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. من يلتزم بطهارة قلبه وصفاء قلبه من الحقد والغل والحسد ويزرع فيه الحب والوداد والمودة لكل مؤمن بيصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى التي توصله إلى رحمات الله. قال واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الناس فقال صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان مخموم القلب. كل صدوق اللسان ومخموم القلب. قال الصحابة يا رسول الله كلنا يعرف صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ قال من يحمل قلبا لا غل فيه ولا حسد ولا إثم ولا بغي، أي على كل مسلم. فنقاء القلوب توصل الإنسان إلى العلاقة الطيبة فيما بينه وبين إخوانه، وأعظم من ذلك توصله إلى رضوان الله والجنة. قال ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل قلوبنا وإياكم قلوبا سليمة، وأن يملأ قلوبنا محبة ومودة لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.